اللجنة العامة كان في مدرسة من المدارس هي مدرسة بهزة. المدرسة دي طبعا بطبيعة الحال ما كانش المكان يسع لعملية فرز الكمية الكبيرة جدا من الزنادقة. اللي حصل ان بعد ما قربت الساعة السابعة بعد انتهاء الانتخابات وصلت الصناديق إلى اللجنة العامة، بعضها كان حوالي تقريبا في حدود 50 صندوق. ابتدت عملية الفرز من أستاذ ورؤساء الجيران، كانت عملية الأول مبشرة وجميلة وتفاءلنا كلنا خير. بعد فترة حوالي ساعة أو ساعة وربع فوجئنا بأن مقر اللجنة العامة خلى من أي تسمين وأصبح انفتح انفتاح شديد. العهد الجديد مدرسة حلمية الزيتون الثانوية بنات، ودي كانت الشكوى الصارخة. والحمد لله تم حل هذه الإشكاليات، صحيح بجهد، لدرجة إنه النادي اضطر إلى أن يرسل ثروة الآن لقب عسكري النادي حفاظا على أعضائه، ودي رسالته الأولى. اضطر لما لقى الأمر يتسم بالخطورة إنه يرسل فريق من غرفة العمليات معالم الشرف محمد عبده أمين الصندوق، معالم الشرف الدكتور أحمد جناوي، معالم المستشار شادي موسى، معالم المستشار أكرم بغدادي، معالم المستشار نفسي مين يعني؟ بلاش نسيب ده. خير في حاجة ولا إيه؟ و لم نتقاعد او نكتفي بان احنا نتلقى تطمينات، رغم انها افراد كبار وعلى مستوى عالي نثق فيهم، الا لما بعثنا زملائهم وخرجوا بهم مسلمين امنين وحضروا الى مقر النادي. في اصرار على بعض المجهودات اللي بذلها نادي القضاء وهو واجب، وعندي كمان والله 620 شكوى، منهم 620 عدم وجود مستلزمات زي الكراسي والترابيزات والإنارة. المهم انه كل ما وصلنا من شكاوى تم التعامل معها بإيجابية وبجدية، والحمد لله وفقنا في حل جميع المشاكل.